راه اكثر مني 8 مرات فكان هذاك ماشي من الاخلاق ديالي ندير جيست مع داك اللي هو كلشي اللي عرفني سمعت لي هذه بالفريق ما عمرش شافني شي حاجه تقريبا بعد ما كنت مقلق شويه داك الشيء ولكن دابا كنت مع الاعتذار ديال الجمهور ديال باريس سان جيرمان كنت نشكرو بزاف على الشيء اللي عطاني.